إصرار إسرائيلي على تهويد القدس ووعيد فلسطيني بالرد على المساس بالخطوط الحمراء. استنفار أمني مكثف، سياسيون من الصف الأول في حكومة نتنياهو يتقدمون الصفوف، وفي الأقصى تنكيل بالمصلين وإفراغ المسجد من المرابطين وإبعادهم من الساحات والباحات. احتجاز واعتداءات على المقدسيين في أزقة البلدة القديمة وتحذيرات إقليمية ودولية من تفجير الأوضاع. إذن في أجواء مشحونة بالخوف والتوتر ومن عدة أحياء وأزقة في مدينة القدس المحتلة، نفذ المستوطنون الإسرائيليون ما تعرف بمسيرة الأعلام، يتقدمهم وزراء وأعضاء في الكنيست. سبقتها إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الباكر التي شهدت أيضا إفراغ المسجد الأقصى من المصلين والمرابطين داخل ساحاته وإبعادهم إلى الخارج، بينما لم تخلو أزقة البلدة القديمة وأطرافها من اعتداءات على المقدسيين من قبل المتطرفين اليهود. وبينما تنطلق تحذيرات إقليمية ودولية من تبعات مسيرة الأعلام على الأوضاع في المنطقة، يرى مراقبون أن تنفيذ المسيرة كما خطط لها لا يخرج عن سياق إصرار إسرائيل من خلال حكومتها اليمينية المتطرفة في هذه الأوقات على إثبات سعيها لتهويد مدينة القدس وإعادة تشكيل وجهها التاريخي وطمس هويتها الإسلامية، علاوة على فرض هوية يهودية عليها. بمعنى أدق أن المدينة المقدسة غير قابلة للتقسيم، وهي عاصمة إسرائيل بشقيها الشرقي والغربي، وهي استمرار لمسلسل نتنياهو في كسب ود اليمين المتطرف وإرضائه هربا من مآزقه الداخلية. وفي خطوة تصاعدية من شأنها سكب الزيت على النار، أقرر الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية قبل يوم من المسيرة مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة، ما يعني إمكانية فرض عقوبة تصل إلى السجن عاما كاملا على من يلوح بالعمل بالعلم الفلسطيني إذا تمت الموافقة على القانون في القراءات المقبلة. وهو توجه قابلته عدة منظمات دولية بالانتقاد، من بينها العفو الدولية التي قالت إن منع رفع العلم الفلسطيني طمس لهوية شعب وفق تعبيرها، بينما وصفت الخارجية الفلسطينية القرار بأنه دليل على أن نظام الحكم الإسرائيلي يتجه نحو الفاشية بحسب بيان رسمي. نناقش في هذه الحلقة تداعيات مسيرة الأعلام على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، لا سيما الأماكن المقدسة، ونتساءل عن احتمالات عودة التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عقب تهديدات من بعض الفصائل بنقض الهدنة على خلفية تنفيذ المسيرة. كما نتناول ردود الفعل على إقرار الكنيسة الإسرائيلي مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة. ينضم إلينا للنقاش في هذه الحلقة من رام الله غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت ووزير سابق. كما ينضم إلينا من القدس جمال عمرو، مؤرخ وباحث مختص في شؤون القدس. وأيضا من حيفا رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48. أهلا بكم ضيوفنا الكرام جميعا. أبدأ معك من القدس السيد جمال عمرو. بداية، مسيرة الأعلام، لو تشرح لنا أهمية تكريس فكرة مسيرة الأعلام، هذه المسيرة التي وضعت وجندت لها إسرائيل 3000 شرطي، التي أيضا خاضت سابقا من أجلها حروب، ماذا تعني بالنسبة لإسرائيل ولماذا تريد فرضها بهذا الشكل؟ نعم، حياكم الله والمشاهدين الكرام. أختي الكريمة، يا أستاذة، يعني 3000 جندي هؤلاء الذين نراهم رأي العين، لكن هناك 3000 آخرين مستترين بأزياء مدنية ومندسين في أوساط الفلسطينيين. نحن نشاهد سلوك الاحتلال الإجرامي في هذه المسيرة التي هي ليست مسيرة إعلام، هذه مسيرة أصلها عسكري ونكهة عسكرية ومضمون عسكري، وأصلا هي تعود في أصولها لاقتحام المسجد الأقصى في حرب الساعات الست عام 1967. تذكرون ذلك عندما دخلوا وصلوا قبة الصخرة ورفعوا الإعلام ورقصوا هناك عدد من الضباط والجنود في عقاب تلك الحرب.
وقالوا اننا اليوم يعني قالوا هارها بايت شيلانو باللغه العبريه الان، هي الاقصى بين ايدينا وهذا اسمه جبل الهيكل وهي نحتلناه. وبدات تلك اللحظه تفرخ سنه بعد سنه، ويزداد وتزداد الاعداد وتزداد البرامج، ويعني يحتفلون فيها بيوم توحيد القدس. هذه الاراجيف والاكاذيب والاباطيل عاشوا عليها وارادوا ترسيخها كمفهوم قومي يجمعهم، لكنهم فوجئوا في السنوات الاخيره ان المفهوم القومي والسياسي طغى عليه المفهوم الديني. فبالتالي نحن شوفوا يعني انتم شوفوا حتى العناصر المشاركه من سموتريش لابن كفير لكل هذه العصابه كله الان نكهه دينيه، وبالتالي هم يدفعون المنطقه دفعا سريعا جدا نحو حرب دينيه لا تبقي ولا تذر. فنحن اذا امام مرحله يريد فيها الاحتلال ترسيخ مفهوم سيادته على القدس وعلى الاقصى باسلوب عسكري، ولكن تحت مسمى اعلام. لا ليس اصلا في واردهم موضوع الاعلام، هو في واردهم ترسيخ وجود مكثف وكنس وعبادات في داخل الاقصى، وهذا الهدف الاستراتيجي الذي هو لديهم. وبالتالي هم سحقوا الفلسطينيين وابعدوهم من صلاه الفجر ومنعوهم من دخول البلده القديمه واعتقلوا البعض منهم وضربوا البعض منهم، وبالتالي هذا هجوم عسكري من دوله لها سفارات في دول عربيه مطبعه. طيب هكذا بالضبط تفسير الامور. نعم، ترسيخ السياده الاسرائيليه والدفع الى حرب دينيه. سيد رامي منصور، خطورة تكريس هذا الواقع الذي تحاول القيام به إسرائيل، خصوصا أنه أيضا يعني يؤدي ويعمل على فكرة فرض أمر واقع من تقسيم زماني ومكاني للأقصى والتمهيد لمحاولات حثيثة لتهويد القدس. صحيح. أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين. طبعا اسرائيل تحاول فرض او فرضت عمليا واقعا في القدس المحتله بشقيها الغربي والشرقي، وهذه تسميات مصطنعه طبعا، بانها سيطرت على معظم احياء هذه المدينه وزرعت فيها مستوطنات واحياء استيطانيه وبؤر استيطانيه تماما مثل الضفه الغربيه، وقامت بتطهير عرقي وتقوم بتطهير عرقي طيله هذه العقود بسحب الجنسيات من القدس او ترحيل المقدسيين وتضييق الظروف المعيشيه والاقتصاديه عليهم لاضطرارهم للانتقال لمناطق الضفه الغربيه او منطقه رام الله تحديدا. وهي عمليا فرضت امرا واقعا في المدينه جغرافيا وديموغرافيا الى حد كبير. فيما يتعلق بالمسجد الاقصى، هي فعلا تحاول فرض ما يسمى التقاسم الزماني والمكاني، ولكن هي عمليا ليس فقط تقاسم، وانما هي تريد تحويل المسجد الاقصى الى يعني وكانه معلم ديني او اهم معلم ديني لليهود في العالم، و يصبح في أماكن مخصصة لصلاة المسلمين وأماكن أخرى. طيب، وبالتالي خطورة هذه الخطوة ماذا ستعني مستقبلا للوجود الفلسطيني؟ طبعا التقاسم الزماني والمكاني عمليا إسرائيل تحول الحرب في القدس إلى حرب دينية. إذا كان الصراع مع الصهيونية صراعا تحرريا قوميا وطنيا، فإنها بذلك هي تحول الصراع إلى ديني بمنح يعني جماعات يهودية متطرفة جدا مسيانية غيبية منحها هذه يعني هذه المسيرات الى داخل بحار المسجد الاقصى وفي البلدة القديمة. هي يعني تحول هذا الصراع الى صراع ديني، وهذا يعني ليس في صالحها بالنهاية، لان الصراعات الدينية نعرف كيف تنتهي بإراقة الدماء وليس فيها اي يعني اي طرف منتصر. طيب، وهذه خطورة يعني وهذه خطورة الامر. العوامل المساعدة لتحويل يعني وتطبيق وتكريس هذا الواقع سنناقشها، ولكن أذهب لك دكتور غسان الخطيب. بيانات عن الخارجية الفلسطينية خرجت كما تخرج بالعادة، تدين وتشجب وتطالب بحماية دولية وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ولكن دائما نسمع انتقادات عديدة توجه للسلطة، سواء من ناحية سياساتها مع إسرائيل أو حتى خلو خطابها من التجديد أو حتى شكل مختلف أو حتى التخطيط أو حتى عنوان عريض لبرامج تناسب هذه المرحلة. لماذا؟ لا أعرف ولا أتابع يعني بيانات الخارجية الفلسطينية في هذا المجال، ولكنني أجد نفسي أقل تشاؤما بكثير من ما استمعنا إليه من الزملاء الأعزاء المشاركين في هذه الندوة. أعتقد أنا بأنه هذه التظاهرة، وأسميها التظاهرة بغض النظر عن
نوع الإسرائيليين الموجودين سواء كانوا عسكريين بلباس مدني أو ما أو غير ذلك. فأنا أعتقد بأن هذه التظاهرة هي محاولة إسرائيلية لإظهار أن إسرائيل تسيطر على القدس الشرقية، وأن القدس الشرقية يعني تغرق في الأعلام الإسرائيلية، وذلك من وجهة نظري للتعويض عن الفشل الذريع الذي لحق بالخطط الاستراتيجية والاستثمارات الهائلة، الاستثمارات السياسية والقانونية والمالية الهادفة لتهويد القدس وطرد سكانها وجعلها جزء من القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية. هل هي تفشل حتى اللحظة فعلا دكتور؟ الذي فيه هذه التظاهرة، عفوا، هل هي تفشل فعلا في تنفيذ مخططها حتى اللحظة؟ نعم، أنا أعتقد بأن تمسك أبناء شعبنا الفلسطيني في أرضهم وتمسك المقدسيين بشكل خاص في القدس بالطريقة التي تثير الإعجاب إلى درجة كبيرة جدا لم يمكن إسرائيل بعد أكثر من 50 سنة من الاحتلال والتهويد من جعل القدس الشرقية إسرائيلية أو يهودية. الذي يتجول في القدس الشرقية خلال الأيام العادية يجد نفسه في مدينة عربية بكل ما في الكلمة من معنى. وبالتالي إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها، والمسؤول عن فشلها هو صمود أبناء القدس في أراضيهم وفي بيوتهم وفي ممتلكاتهم بالرغم من الظروف الصعبة جدا التي تفرض عليهم يوميا وبطريقة يصعب وصفها وشرحها. يعني إذا ذكرت بأن ذلك القدس ما زالت عربية ذكرت بأنك لا تتابع بيانات السلطة عندما سألتك عن يعني بياناتها، ولكن سأعود إلى ذكر هذه النقطة. يعني لا مانع من تحليلها وتحليل يعني السياسة التي تتبعها السلطة، ولكن أعود لك سيد جمال عمرو، وحضرتك مؤرخ وباحث، ونريد الاستفادة يعني من يعني العلوم الأكاديمية التاريخية التي تمتلكها في فهم الموقف الحالي من ما نتابعه من العنصرية الدينية والقومية التي يتم تغذيتها إسرائيليا. وأريد التطرق هنا إلى موضوع الأطفال والشباب الصغار تحديدا، وما يعرف بفتية التلال، وطريقة يعني هم أكثر الإسرائيليين الذين يقومون بحركات استفزازية أثناء هذه المسيرات. كيف تحدث هذه العملية، هذه التغذية العنصرية للأطفال؟ ماذا يقولون لهم؟ خطورتها أيضا. نعم، ببساطة منقطعة النظير، بدأت العملية مع بداية قيام مشروع الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية، وكان لها عناصر معروفين، وجابوتينسكي واحد منهم، وفيما بعد كهانة، وما بن كفير هذا إلا تلميذ كهانة وسموتريش. وبالتالي هؤلاء فعلا يعني يعبروا عن المرحلة المستجدة في المشروع الصهيوني الذي اتجه دينيا واتجه عقائديا باتجاه التطرف والعنصرية والفاشية. وهذا الشيء يعني لم يعد يخفى على أحد. بالأمس القريب كانت منظمات لأجل الهيكل خارج الحكومة، وكانت تطالب الحكومة دائما بامتيازات، وبين عشية وضحاها أصبح لهم أنصار ودعم مالي منقطع النظير وأنصار في كل مكان، وحتى أنهم أصبحوا هم في الحكومة وشركاء مع نتنياهو، فأصبحوا الآن بدهم ميزانيات ويدعمون أفتية الجبال هكذا يسمونهم، وأتباع كهانة، ويفعلون الأفاعيل في مقدسات المسلمين والمسيحيين في فلسطين. وهذا شيء لم يعد يخفى على أحد، هم يسيئون. ومع ذلك في هناك فائدة من هذه المصيبة، هو أنه قد سقط القناع. يعني واللي عنده حتى اللحظة شك في الموضوع سواء كان قريبا أو بعيدا، محليا أو أجنبيا، بدأ يعني ينظر إلى هذا المشروع الصهيوني أنه مشروع، أصبح مشروع يعني عالة على البشرية كلها، وأصبح هذا المشروع خطير وأصبح عنصري وأبارتهايد. ولهذا السبب نحن فعلا نشهد أن يعني أكثر من 50 سنة في مسيرات لكن لم تبرز إلى السطح بهذا الشكل. لماذا الآن وبهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذه الطريقة؟ بأن النكهة الدينية العنصرية وإقصاء الآخرين والسب على رسول الله عليه الصلاة والسلام والسب على الأنبياء والسب على العرب أجمعين والموت للفلسطينيين هو سيد الموقف. هي الكلمات النابية والبذيئة التي تصدر من أفواههم. لهذا السبب هؤلاء تنظيم عسكري باراميليتري، يعني تنظيم عسكري مسلح يعدم الناس في الميادين، وياما مستوطنين أعدموا فلسطينيين في حقولهم الزراعية وفي أراضيهم. نعم طيب،
سيد رامي منصور، يعني إلى أي درجة يمكن تحميل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الموجودة حاليا نتيجة ما يحدث؟ وأيضا نقطة دائما نسمعها في التحليلات عما يجري إسرائيليا وداخليا، بأن نسمع بأن نتنياهو يقوم بكذا وكذا تفاديا لغضب اليمين المتطرف، يفعل كذا لإرضائهم، وكأنه هو لا يريد أن يتعدى على الفلسطينيين ولا يد له في ذلك. هل هو المشهد كذلك؟ لا طبعا، نتنياهو يميني متطرف، ليس يعني عقائديا هو يعني جابوتينسكي الهوى والتربية، ووالده كان سكرتير جابوتينسكي الشخصي، لذلك هو جاء من هذه الأوساط اليمينية المتطرفة يعني، وليس وسطيا ولا يحاول إرضاء اليمين أو أوساط اليمين المتطرف، وإنما هو جاء من لب هذه الأوساط اليمينية المتطرفة التي تؤمن بأرض إسرائيل الكبرى، وأن إسرائيل تمتد من النهر إلى البحر وحتى إلى الأردن، يعني ليس فقط من النهر إلى البحر. لذلك هو جاء من هذه الأوساط وهذه العقيدة. ليس فقط حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية هذه المسيرات أو هذه الاقتحامات، فهذه المسيرات منذ العام 68 وبادر إليها الراب كوك، والذي يعني يعتبر الأب الروحي لليمين الاستيطاني الحالي، وطيلة هذه العقود يعني كانت هناك حكومات ما يسمى يسار أو حزب العمل، هي أتاحت هذه المسيرات، وهي يعني من باشرت المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية منذ احتلال 67، والاستيطان في القدس المحتلة، في كافة أجزاء القدس المحتلة عام 67. لذلك يعني لا يمكن تحميل حكومة نتنياهو فقط مسؤولية هذه المسيرات لليمين الاستيطاني المتطرف أو القومي الديني، وإنما كافة حكومات إسرائيل دعمت ورعت، وإحنا نذكر أن الانتفاضة الثانية، انتفاضة القدس والأقصى، اندلعت نتيجة اقتحام رئيس المعارضة حينها أرييل شارون لباحات المسجد الأقصى وسقوط شهادات، ولاحقا تحول يعني في عقاب هذه الانتفاضة وفي عقاب الاقتحام تحول شارون إلى رئيس حكومة. لذلك هذه السياسة هي ليست سياسة حكومة بعينها أو محددة، وإنما هذه سياسة يعني استراتيجية لكافة الحكومات الإسرائيلية، وبنيامين نتنياهو هو مكمل لهذه السياسات. الجديد هو أن نتنياهو أصبح يعني أعطى الشرعية للقوى الكهنية والفاشية المتطرفة بأن أدخلها لهذه الحكومات، وأدخل إيتمار بن غفير وسموتريتش إلى الحكومة، ويعني وخولهم بوزارات يعني استراتيجية في إسرائيل مثل وزارة الأمن القومي أو وزارة المالية، وهم أصبحوا جزء يعني جزءا شرعيا من المشهد السياسي الإسرائيلي. لذلك طيب يعني هذا في الأمر في موازاة يعني هذا التحرك الإسرائيلي الفاشي كما وصفته الخارجية الفلسطينية. دكتور غسان، يعني قلت حضرتك بأنك لا تتابع بيانات الخارجية الفلسطينية، ولكني أوردت لك يعني بعض ما جاء فيها. أود أن أسألك عن، وهنا الأسئلة تأتي من باب الدور المتوقع أو المطلوب أو التقصير إن كان هناك تقصير، أو العوامل التي أدت إلى هذا المشهد الآن. كان بيوم النكبة الأمم المتحدة أحيت للمرة الأولى في تاريخها ذكرى النكبة، لماذا لم يتم استغلال واستثمار يعني هذه الفرصة بتقديم برنامج واضح، بتقديم خطاب متجدد، بدلا من ما اعتبره البعض إظهار ضعف عندما تحدث محمود عباس عن فكرة حماية الحيوانات وإلى آخره؟ بالعكس تماما، أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني بشبابه وبمناضليه في شوارع الأراضي أسألك الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية دكتور، عبروا في ذكرى النكبة. عفوا أسألك عن دور السلطة الفلسطينية. إذا أردت السؤال عن السلطة الفلسطينية، فكان من الأحرى أن تدعي إلى هذا الندوة أحد ممثلي السلطة الفلسطينية أو أحد وزرائها أو أحد المتحدثين الرسميين باسمها. أنا لست كذلك، أنا أستطيع أن أتحدث عن الوضع العام، وأستطيع أن أجري تحليل، وأعيش في الشارع الفلسطيني، وأستطيع أن، وهو المطلوب دكتور، يعني عفوا، وهو المطلوب تحليلك وتقديرك للموقف. نعم، أنا تحليلي وتقديري للموقف بأنه في هذه الذكرى، ذكرى النكبة، أظهر الشباب الفلسطيني وهو الجيل الثالث على الأقل بعد النكبة مستوى من رفض الاحتلال الإسرائيلي
وكأن الاحتلال حصل أول أمس. وهذا يعطينا ثقة بأنه بالرغم من هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية، وبالرغم من تراجع الإسناد العربي، وبالرغم من تراجع الاهتمام الدولي، إلا أن التزام الشباب الفلسطيني بقضيته والتزام الشعب الفلسطيني بالصمود في أرضه والاستمرار في رفض هذا الاحتلال ومقاومته يترك لدي الثقة بأن المشروع الاحتلالي الإسرائيلي الصهيوني سيسير نحو الفشل عاجلا أم آجلا. طيب وهنا وأستطيع أن أقول أكثر من نعم، وهنا ألا نحمل الشعب الفلسطيني أكثر مما يحتمل بالتعويل عليه في كل شيء في ظل عدم وجود قيادة يصفها بعض الفلسطينيين بالقادرة على التوجه بالقضية الفلسطينية إلى الأمام؟ يعني الشعب الفلسطيني مر عليه قيادات كثيرة متفاوتة ومتنوعة، والشعوب العربية أيضا لديها قيادات عديدة ومتنوعة ومتباينة، ولكن نحن نؤمن ولدينا ثقة كبيرة بالشعوب، ونعتقد أن الشعوب الحية والصامدة والواعية سوف تحقق أهدافها بغض النظر عن مستوى العداء سواء للشعب الفلسطيني من قبل القوى الإسرائيلية الصهيونية أو القوى الأخرى التي تحاول أيضا أن تنتقص من شأن الشعوب العربية. طيب سيد جمال عمرو، يعني وزير الأمن القومي إتمار بن غفير يأمر بإنزال العلم الفلسطيني، وأيضا بعد إقرار الكنيسة بقراءة تمهيدية بحظر رفع العلم الفلسطيني، وهي خطوة خطيرة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها طمس لهوية الشعب الفلسطيني. باعتقادك وبتقديرك أيضا، ما هي العوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت بالوصول إلى هذه النقطة، النقطة التي تبدو فيها إسرائيل وكأنها تسابق الزمن لتحقيق يعني أعلى قدر من المكاسب في هذه الفترة؟ نعم، هي مجموعة عوامل استراتيجية خطيرة جدا، وما من شك أن عاملا من هذه العوامل هو حقبة دونالد ترامب. وبالمناسبة هذا النعسان أيضا جو بايدن مش أفضل، لكن دونالد ترامب كان أكثر صراحة وأكثر وضوح وقال فكرة الضم وأعطى الضوء الأخضر لبنته وزوج بنته، يعني صفي إنه يعني حتى السلطة الفلسطينية بقيت تنتظر. وبالمناسبة أنا بتابع كل الشأن الفلسطيني وبيانات السلطة الفلسطينية، بقوا يعني ينتظروا كوشنر وقتا طويلا عشان يعني يبرز ما لديه من أسرار ومن بشوع الضم وأخذ جزء من سيناء وكل هذه الخزعبلات والقصص الفارغة أكرمكم الله. وبعدين راحت إيفانكا الجميلة ووضعنا القلائد في رقبتها وتمام، وهذه واحدة من العوامل اللي شجعت الإسرائيليين أن من ورائهم رجل عظيم هو عبارة عن بيلفور جديد مثل البلدوزر ماشي. وأجا جو بايدن يعني أهمل القضية الفلسطينية نهائيا وما عادش فتح مكاتب منظمة التحرير، ولا أعاد الفلسطينيين شيء من هذا القبيل، من هذا الذي كانوا يحلمون به في العهد الديمقراطيين. فالديمقراطيين والجمهوريين لم ينصفوا الفلسطينيين، هذا واحد. في أيضا ضعف عربي وهو اختراق استراتيجي تشكل في خاصرة الأمن القومي العربي خطير جدا، وهي الدول المطبعة. هؤلاء وجهوا خنجرا مسموما في ظهر القضية الفلسطينية، وهؤلاء المطبعين الحقيقة يعني أخطر بكثير جدا من الإسرائيليين أنفسهم، لأنهم فتحوا الباب على مصر وتركوا قرارات جامعة الدول العربية إنه إحنا ما بنسمح بأي تطبيع إلا بعد حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس إلى آخره. تركوا هذا كله وراحوا عنده تحالف مع الموساد وصاروا يعني عاملين وكأنه يعني الإسرائيليين مش قادرين يحموا حالهم في تل أبيب، ونازلين كلياتهم بين عشية وضحاها إلى الخنادق وإلى الغرف المحصنة، هم اللي بدهم يحموا هاي الدول من إيران. عجب، هذا أمر مدهش بكل المقاييس. طيب. أول حاجة يحموا حالكم في تل أبيب قبل ما تروحوا تحموا الدول العربية. إذن هذا الاختراق من الأمن القومي العربي. تمام، اختراق الأمن القومي العربي والدور الأمريكي الذي يعني وسعه الرئيس السابق دونالد ترامب. سيد رامي منصور، يعني عندما نتحدث عن كل هذه الأسباب التي أدت إلى تصاعد العنف الإسرائيلي بكل أشكاله والتعسف بحق الفلسطينيين، هل نبالغ أو هل نظلم مثلا لو وضعنا من أحد أهم العوامل سياسات السلطة الفلسطينية
الانقسام وعدم الوحدة، أم أنه كما نتابع في الدول الديمقراطية الانقسام مطلوب، هناك معارضة، هناك فصائل مؤيدة، هناك كل التوجهات، وليس بالضرورة أن يكون الجميع على يعني صف واحد وكلمة واحدة في طريقة التعاطي، لأن الإرادة الدولية هي التي ستحدد النهج. اولا الانقسام الفلسطيني هو اكيد عامل يعني مسيء للقضيه الفلسطينيه، ولكن ليس المطلوب الان يعني وحده، مجرد وحده فصائليه او تقاسم للحكم بين معارضه وائتلاف، وانما ما المطلوب هو الوحده الان، اولا وحده شعبيه وهي متوفره وجاهزه يعني ارضيه خصبه، ومطلوب وحده على المشروع الوطني المستقبلي. يعني مشكله الفصائل الفلسطينيه الان سواء كانت مسلحه او غير مسلحه في الحكم في غزه او الحكم في الضفه الغربيه، بانها لا تملك مشروعا وطنيا شاملا وعاما سوى يعني اما المفاوضات والعمل الدبلوماسي واما الكفاح المسلح حتى يعني اسقاط النظام الصهيوني في فلسطين. هذه مشكله الفلسطينيين، بانه ليس هناك مشروع مشترك موحد يلتف حول الشعب الفلسطيني، على الرغم من ان الشعب الفلسطيني موحد في طموحاته، يعني كل الفلسطينيين يريدون العوده وتحرير الارض وما الى ذلك من حقوق تاريخيه وسياسيه. لذلك ليس المطلوب الوحده الفصائليه الشكليه او تقاسم السلطه، هذا امر هام، ولكن السياق العالمي والعربي الاقليم العربي هو ليس في صالح الفلسطينيين. نحن نعرف الانحياز الغربي لاسرائيل وحتى الانحياز الروسي والصيني لاسرائيل، يعني روسيا نعرف علاقه بوتين ونتنياهو او العلاقه الرسميه بين الحكومتين الاسرائيليه والروسيه، وعلى المستوى الاقليم العربي يعني التطبيع العربي وليس فقط خنجر في خاصره الفلسطينيين، وانما هو يعني تنازل وتقديم الهدايا المجانيه لاسرائيل في حين هي تقتحم الاقصى، المفروض هو ليس يعني ملكا فلسطينيا وانما ملك لكل عربي وفلسطيني، ولكن في المقابل هي تقدم الهدايا المجانية لإرضاء الولايات المتحدة وبحجة مواجهة إيران، ولكن الهدف هو يعني إرضاء الإدارة الأمريكية بغض النظر إن كانت ديمقراطية أو جمهورية، وهذا كله يشعر إسرائيل بسقطة القوة. يعني بالنهاية هي يعني نتنياهو يقول أن التطبيع مع السعودية سوف ينهي الصراع العربي الفلسطيني ويعطيه دفع في كل ما يقوم به. طيب اسمح لي أن أختم مع الدكتور غسان الخطيب بسؤال يعني وبإجابة مختصرة. الحق لا يطلب، يقال الحق يؤخذ بأدوات، ما هي؟ الحق يطلب ويتم تحقيقه بوسائل عديدة، أهمها إحداث تعديلات في موازين القوى، ولكن إلى حين ذلك يجب أن نعتمد على أنفسنا في هذه الظروف العصيبة كفلسطينيين، ويجب أن نعتمد استراتيجية الصمود والبقاء، لأن المعركة الآن على الأرض، وبقاء الفلسطيني على أرضه ووقف الزحف الاستيطاني الإسرائيلي من خلال المواجهات اليومية في كافة القرى والأرياف المحيطة في المستوطنات هي الدرع الواقي لنا من تقدم المشروع الإسرائيلي تمهيدا لإفشاله وهزيمته عاجلا أم آجلا. شكرا لك الدكتور غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت ووزير سابق من رام الله على هذه المشاركة، ورامي منصور رئيس تحرير موقع عرب 48 من حيفا عبر سكايب، وجمال عمرو المؤرخ والباحث المختص في شؤون القدس من القدس. الشكر لكم أنتم مشاهدين على طيب المتابعة. نستكمل الآن فقرات العربي مع نضال وسهام.